دب النمل حيوان أليف تقريبا، ونظامه الغذائي محدود بس على الحشرات الصغيرة، وفي المجمل يعتبر واحد من أكتر الحيوانات المسالمة الموجودة في العالم. إلا إن الجانب الدفاعي عند دب النمل جانب مفيش أي إنسان يتمنى إنه يقابله، بالرغم من إنه عادة ما بيبدأش الهجوم، إلا إن لما حد بيعتدي على الأرض بتاعته بيدافع عنها باستمادة، وبيستخدم في دفاعه عنها مخالبه الحادة العملاقة، وعشان يحولها من إصابة عادية لإصابة قاتلة بيقف الدب على رجليه الخلفيتين وهو معتدل الظهر ويضرب بكامل قوته. وفي بعض الحالات اللي سجلت لدب النمل وهو بيهاجم البشر وحالات تانية كتير كمان قتلهم. ولأنه واحد من الفرائس المفضلة عند القطط البرية الكبيرة زي الشاكورز، فده مخليه متعود على الدفاع عن نفسه ضد الأعداء الأقوياء أصحاب الحجم الكبير، وده بيزود قدرته لو قابل